لا ما تشغلش بالك انت بس، انا مع نبيل بيه اهو اهو. اه طبعا الخير والبركه، امال ايه حاج بيصبح عليه. صبح لي عليه. صباح الفل يا حاج. طب بقول لك يا حاج، خلص انت مصلحتك. اه خلص انت مصلحتك وانا هخلص مشواري ده وهطلع لك على الفندق على طول. ماشي يا حاج، السلامه. بقول لك يا نبيل بيه، هو الحاج جاد ليه بضاعه على المركب اللي وصلت دي؟ طبعا بيتلت في السفوف الاولانيه. الله بحالهم؟ ليه 32 كونتينر. اه ماشي. طب بقول لك ايه؟ كان في موضوع انت عمال تقول لي عايزك في موضوع مهم. هو في ايه العباره؟ ما ينفعش نتكلم فيه هنا، تعالى المكتب عندي نشرب كوبايه شاي. يا راجل مكتب ايه وشاي ايه؟ صلي على النبي. بقول لك ايه؟ مفيش حد غيرنا اصلا، احنا في الساحل عندكم. قول لي بس ايه الموضوع؟ ايه؟ لقينا وسط البضاعة بتاعتكم أدوية متهربة وترمادول صيني. طب ومال؟ يعني أول مرة؟ ما احنا متعودين على كده، والخير والبركة برضو معانا، وأنت اللي بتقفل ورانا في كل المشاوير دي. آه بس النهاردة الصبح جت لجنة تفتيش من وزارة الصحة واكتشفوا الكونتينر اللي فيه الأدوية، فحرزوا الأدوية وعملوا بيها محضر. خير أسود وني، بضاعة ب 2 مليون تتحرز ليه؟ بقول لك إيه يا نبيل باشا، احنا برضو مالناش بركة إلا أنت، واحنا بتوعك وانت برضو بتاعنا. خلص لنا القصه دي يا باشا. صدقني يا جو، الموضوع اكبر مني بكتير، وخصوصا ان في مشكله تانية غير الادويه. مشكله ايه ونيلي؟ هو احنا معمول لنا كمين ولا ايه يا باشا؟ ايه العباره؟ سيدي كان على المنشطات، انا ممكن اتفاهم مع بتوع الوزاره وتعديها، لكن المشكله في الكونتينر اللي فيه اجهزه التصنت. دي قضيه امن دوله يا جو. طب بقول لك يا باشا، مفيش حد لحبيبنا كده يخلص لنا المشوار ده؟ هو فيه، بس انا ما بحبش اتعامل معاه، لكن علشان خاطرك انا هاجي على نفسي واطلبها منه. ماشي ماشي. طب ده مهره كام بقى بالصلاه على النبي؟ ارنب مقفول. ايه؟ مليون مره واحده؟ لا حول الله يا رب، يعني هو يبقى موت وخراب ديار كمان. لاحظ يا يوسف بيه انك هتخسر البضاعه وتخش في قواضي امن دوله وخلاف، ده غير سمعتك بقى عندنا هنا في المينا. على ايه يا عم؟ ماشي، بس انا دلوقتي معيش سيوله. ينفع اكتب لك شيك بس مقبول الدفع يعني؟ ينفع، اكتبه لحامله وانا هتصرف. ماشي. بقول لك ايه بقى يا نبيل بيه، الحاج بقى ملوش دعوه بالحوار ده خالص، بره كل اللي احنا بنقوله ده. ماشي يا حبيبي. هتفضلي ساكته كده كتير؟ عايزني اقول ايه؟ يعني لو حابه نطلع نريح شويه اوكي، ما عنديش مانع. لا ميرسي، خليني هنا احسن. في قلق، وانا جايبك العين السخنه علشان تشمي هوا ولا علشان تفضلي قاعده كده مكشره ومتنكده؟ يا اخي ما قلت لك هيبقى دم تقيل، قلت لي مش مهم. يا سلام، والله انا قلت لنفسي اكيد هقابل الحاج جاد في اللوكان ده. اهلا 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 حاج سيد، اتفضل. اهلا بيك يا حاج. ازيك يا ست لؤى؟ ازيك يا حاج سيد؟ كويس انك جبت الست لؤى معاك، على الاقل تغير جو وتشم شويه هوا. دي ماشيه بكره. ماشيه بكره؟ ليه كمان الشهر مستعجله ليه؟ عندي شويه شغل لازم اخلصها. يا ست شغل ايه؟ هو شغل هيطير، خليكي معانا نشم شويه هوا. ايوه لقاء، اقعدي. والاتفاق اللي بينا يا ستي انا تحت امرك، اللي انت عاوزاه هيحصل. المهم يا حاج سيد، اخبار يوسف فين؟ سيبك من يوسف، يوسف في المينا. المهم ايه الاتفاق اللي بينكم ده؟ نفسي اعرف. صباح الخير يا وحيد. بعدي من هنا عشان الميه. كلم. طب بص لي لو خير. ما انت يا اخويا بترد عليا ناش، وانا يعني كنت جايه صالح. وانا مش عايز يا جنه. هو انا يا اخويا كنت بقول لك تعالى كل، انا جايه اشوفك انت زعلان مني ليه ومتغير معايا كده ليه؟ ورحمه ابويا تلاقي البت السهتانه دي هي اللي قلبك عليا. هي مين دي اللي تقلبني عليك؟ وانا ماليش شخصيه
لا ليك يا اخويا شخصيه ونص، بس البت اللي اسمها عفاف دي سهتانه. ايوه، وكل ما تروح عندهم تقلبك عليا. انت مش عايزاني اروح عند الراجل المريض عشان شويه صراصير في دماغك؟ صراصير؟ طب يا اخويا خلاص ما تزعلش، حقك عليا بس بشرط. وايه اللي ما تزعلش بس بشرط؟ ايوه، لما تيجي تروح عندهم ما تروحش لوحدك، تاخدني معاك. ايوه يا اخويا ما تروحش تسامر لوحدك، انا كمان عايزه تسامر. طب امشي من قدامي، انا مش طايقك خالص يا جنة، وما تجيبيش سيرة عفاف دي تاني. انت عارفة كويس انها زي اختي سمر. اختك مين؟ اختك سمر؟ وانت مالك يا اخويا محروق عليها كده ليه؟ اسمع بيها يا اخويا، اسمع بيها يا وحيد. بلا وحيد بلا مش وحيد. دي غبية قوي، أول مرة أشوف واحدة بتغير من الخير. يعني ما كانش ليها لزوم حكاية اللزوم ولا حاجة. بصراحة بقى الست اللي اسمها القاء دي دمها تقيل قوي على قلبي، ما بطقهاش. والله ومن سمعك، وأنا ما بتنزليش من زور، بس العقل بيقول شوية كده شوف الراجل الحاج الجاد ده ناوي على ايه في الشغل في الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. طب ايه رأيك بقى؟ ان انا قلبي حاسس ان اللي اسمه جاد ده هو اللي بيقوي الواد كمال علينا. صواب، عندك حق، عشان كده الواد شايف نفسه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اتفضل يا مدام لؤي. هنا اتفضل 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 يا مدام. اتفضل يا هاني، اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج علي، اتفضل يا حاج جاد، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا حاج جاد. اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على فكره انت واجب عليك تبارك للاخ يوسف. الف مبروك. بس على ايه؟ بسم الله ما شاء الله، خطبنا له بنت الوزير الكبير موافي باشا. بجد الف مبروك. مبروك يا استاذ يوسف. الله يبارك فيك يا مدام، الله يبارك فيكي. لا ومش بس كده، والله بيموت فيها جد. ايه ده بجد؟ صحيح؟ لا وكمان يا ست لقاء، الاخ يوسف بيعبد التراب اللي بتمشي عليه. طب والله كويس قوي يا حاج انه هيتجوز عن حب. لا ومن ساعة ما عرفها وهو حاله متلخبط خالص. والله يا ست لقاء ما بيشوف النوم. يا حاج ما تبقاش، احنا مش هناكل بقى ولا ايه؟ انا جوعت. سمك هنا بقى طعم، خدي دي بقى. صدقني مش هقدر. قلت لك بتديها ايه بس؟ ده واضح ان مالهاش في السمك خالص، ولا ايه يا جاي؟ لا 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 لا، هي بتحب السمك بس اكلتها ضعيفه شويه. وبعدين بقى؟ فاكر المبني دول بقى؟ دواش في العينات. شبيت؟ شبيت؟ لا. قصرت. يا سمر عجبت. ايه ايه؟ اهدي طيب، اهدي شويه بس. مالك؟ مين؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يا حاج في حد حصل حاجه ولا ايه؟ خير يا حاج، طمني. ايه يا حاج سيد، ايه اللي حصل بالظبط؟ ابني الكلاب قتلوه. ايه؟ محمد؟ شهاب اللي اتقتل كمان. كمان؟ مين اللي عمل فيه العمل السود ده؟ سمر قالت لي كمال وراي على البيت قتلوه. لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه ده؟ استني استني.
الدكتور بيقول الحاله صعبه. استرها يا رب، استرها يا رب. ادعي له يا ابني يمكن ربنا يقبل منك. المهم يعرف ايدين دكتور شاطر يعرف ينقذها. كمان ما يستاهلش كده، ما يستاهلش كده ابدا. ادي يا وحيد، في ايه؟ واحنا نهديك ولا نهدي مامته ولا ايه بالظبط؟ كمان لو جرى لهم اي حاجه هقتلهم، هقتل سيد وابنه. كمان يستاهل يتقتل، يستاهل يتقتل يا فردوس. حد يرد عليا. اهدى يا وحيد ارجوك، اهدى بقى، ما تعملش في نفسك كده.